يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يستر عوراتكم، هذا واحد. وريشا يعني جمال، يعني غير الستر فيه جمال، هذا ثاني. لباسين. الثالث أعظمهن ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. فلما قال الله هذا كلام سبحانه وتعالى، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، عورة يعني يسترك، لو ما عندك غيره يسترك، سروال وفنيلة مسكين ما عندك غير هذا، لكن عندك سعة، رياشا جمالا تتجمل به لله قبل الناس، قبل زوجتك، قبل والديك، قبل الأمير، قبل رئيس الشركة، قبل الضيف في الفندق، تجمل به لله، شكرا أنعمت علي يا ربي، حقك علي، هذا هو. فلذلك قال أنزلنا عليكم لباسا يواري عوراتكم، وريشا يعني تجملا، ولباس التقوى ذلك خير. من التقوى أنك ما تجي للمسجد بثوب النوم متبذل إلى آخر حد، اللي ما تروح ولا الدواوين الحكومية ولا الشركات، عظم الله، عظم بيت الله، عظم عبادة الله جل، عظم أنك بين يدي الله، عظم ملائكة الله عز وجل، ولا ترجي للمسجد وأنت تثعور دخان وشيشة وعرق وغير ذلك من الأمور، أو الشغل مهنة لأنك صاحب بوية ولا صاحب مطعم، اجعل لك ملابس خاصة بالمسجد، أو عامل بلدية اجعل لك ملابس تنقلها معك للمسجد للوقوف بين يدي الله جل وعلا ومجالسة الملائكة، فإن الملائكة والسلام يتأذون ما يتأذى منه ابن آدم، ولا تجي بريح بصل ولا تجي بريح كذا وثوم، فهذا مطلوب. ولذلك شرع التجمل للعبادات العامة، الجمعة، العيد، الاستسقاء، منى، عرفات، شرع هذا، فينبغي أن يراعى هذا. كن إنسان، أي إنسان يأتي المسجد بأدب المسجد، أنت جاي ضيف على الله في بيته، ما تستحي تدخل على الله في بيته بمظاهر غفلة، تجالس الملائكة المقربين الذين يتأذون أشد من أذى ابن آدم، تجالسهم بهذا الوضع، ما يليق هذا أبدا. فاعرف أين ذهبت ولمن ذهبت ومن تجالس وما تريد بذهابك، يعني أجرك لا يكون ناقص بسببك أنت، لا تؤذي أحد بريح تؤذي الملائكة المقربين وصالح المؤمنين، حتى قد يدعون عليك في الصلاة، ومثل هؤلاء اللي تدسسون بين الناس وقت الاحترازات هذه. الآن يجي واحد جاي من السوق مخالطن 20,000 شخص، هم يدخل بين اثنين شيبان مرة ويعديهم بالكوليرا، ليه؟ يعني وجدت فراغ، ما تعقل، ما عندك عقل. كذلك يتزاحمون في صلاة العيد وصلاة الجمعة بآخر المسجد، أقرب من أمشاط أسنان المشط، ولا يبالون، غفلة وجهل وجفاء ولا مبالاة. ليش تضر نفسك وتضر غيرك؟ إما أن تنقل العدوى لغيرك إذا كنت مطعم، ولا أحب الناس إليك أبوك ولا أمك ولا أخوك ولا مريض عندك ولا جار لك، أو أن تنتقل لك إذا كنت مقصر. بعد بعض الناس مغفلين الحين، لا يفقهون الشرع ولا يطيعون النظام، إلى الآن ما يطعمون، ليش؟ وقاية. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح 7 تمرات عجوة من تمر المدينة الأسود هذا لم يصبه سم ولا سحر. ليش أمر أن يصب هذا؟ وقاية من السم ومن السحر. وقال لا يورد ممرض على مصح، المريض لا يخالط الناس، والمصح لا يروح للمرضى إلا ضرورة، إلا كان والده بيخدمه أو ولده أو زوجته أو كذا، ما له غيره، لا يورد ممرض على مصح. وعمر رضي الله عنه لما سمع بالطاعون رجع، ما راح، قيل له تفرار من قدر الله يا عمر،
قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. وجاء رجل من الصحابة وقال نعم أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوا عليها. هذا الشرع، هذا تعبد لله، طعم تعبدا لله. تحب انك تصلي مريض ولا تصلي صاحي؟ ايهما اكثر لك اجر؟ وانت ما انت معذور اذا كنت مريض بسبب العدوى وتصير جرثومة تنقل المرض للناس؟ ما تستحي، ما تخاف، ما تخاف يعاقبك الله بنفسك واهلك يموتون بهلا وبسبب تهاونك وخذلانك؟ انت خاذل لحق الله عليك، خاذل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أسوتك وإمامك رغم أنفك، خاذل ولي الأمر وأجهزة الدولة التي تتعب وتخسر عند دراسات وبحوث وتقارير يومية متجددة تتابع هذا المرض، انتشر في الهند، انتشر في الشرق، في الغرب، في الغرب، وتحذركم على ضوء هذا وتبذل لكم الدواء مجان وترجاكم الآن، ترجاكم الطعمون، أنت مهم المعروف، والله لو كان واحد آخر كان يسجنكم حتى طعمون تأدبون. ليش هذا؟ ومثلها اللي يجي المسجد بثياب المهنة، بوي ثوم مطعم كذا كذا بلدية كذا 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 بثياب، ما يستحي بيت الله روضة من رياض الجنة يشهد لك يوم القيامة أو عليك. فهذا من الاستعداد لصلاة العيد، أنا جبت هذا استطرادا، انك تلبس احسن ثيابك وتستتر، ما هو اذا ركعت ولا كذا طلعت سوءتك وعورتك، اما في حجمها ولا في لونها، شفاف ولا ضيق ولا كذا ولا كذا. والحريم اشد واعظم جريمه واكثر عذاب يوم القيامه اذا ما اتقن الله في هذا وتبرج. سبحان الله، هذا هو، تذهب مبكرا او تاكل تمرات السنه، تأكل تمرات قبل ما تطلع تفريقا بين اليوم وامس، يوم العيد واللي قبله، فأمس صيام واليوم فطر، اليوم الأكل واجب والصيام حرام يوم العيد، تشعر نفسك وتعلم أولادك وخدمك وحشمك إن هذه سنة، ما هو بجشع ولا هو بحب إلا الطعام ولا شيء، سنة. ثلاث خمس سبع تأخذها وتخرج مبكرا حتى يكون انتظارك للصلاة أطول من غيرك وتكون أسعد من غيرك بالأجر يوم القيامة لو تروح بعد صلاة الفجر، وتذهب ماشيا لأن هذا أكثر لخطاك، يحسب لك خطاك رايح جاي إذا كان المسجد قريب منك، أما إذا كان يحتاج إلى وسيلة نقل رح راكب، لكن تطول بالرجل رح بالرجل أفضل لك. كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعيد المسجد، بعيد البيت عن المسجد، فقال له بعض الصحابة لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضة في ليلة الظلمة، قال ما أحب أن لي ذلك، إني أحب أن يكتب لي ممشاي إذا جئت للمسجد والرجوع إذا رجعت منه إلى أهلي. شوف الحسبة وشوف استحضار النية عند كل وقت. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال جمع الله لك ذلك كله. كان ابن عمر رضي الله عنهما قريب البيت من المسجد، يمشي المسجد ويقصر خطاه، ليش؟ حتى أنه تزيد الخطا، تقرب إلى الله بهذا، يقصره شوي يعني مو مقيد لا بس كذا يريد زيادة الخطا يطلع الفضل. هكذا الصحابة رضي الله عنهم، هذا فقههم في دينهم. تذهب ماشيا إن استطعت وتكبر حال خروجك من البيت للمسجد، إذا وصلت للبيت إلى المسجد تصلي ركعتين، اسمعوا صلي ركعتين، ليش؟ إن كان المسجد فهو له تحية المسجد، إن كان مصلى العيد المعروف بالديرة أو بأطراف البلد معروف أنه مصلى عيد ومجهز أنه مصلى عيد فهو مسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بخروج ذوات الخدور البنيات البالغات اللي تخفرن يحضرن الخير ودعوة المسلمين لمصلى العيد،
قال تعتزل الحيض المصلى، يكون جماعتين حريم جماعة صفوف، وحريم جماعة جلسات اللي لهن عذر حيض أو نفاس، ما يصير بالمصلى لأنه ما يجلس المصلى إلا طاهر، الحائض ممنوع أن تجلس في المسجد. فلذلك عادة المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا إن الحريم في صلاة العيد يصير جماعتين، ما يدرى أيهن اللي لها العذر. فدل على أن مصلى العيد المخصص لصلاة العيد مسجد تصلي فيه تحية المسجد. أما إذا كان عارض مثل ما يقولون، قالوا لهم هل براح يصلوا فيها هالعيد، الظرف طارئ، المسجد فيه شغل ترميم، المصلى فيه كذا، فهذا ما تصلي تحية المسجد فيه لأنه ما يسمى مصلى، ما هو معتاد. تكبر في طريقك للمسجد حتى تصل، وتكبر بعد وصولك المسجد وصلاتك السنة الراتبة حتى يدخل الإمام، لا تنشغل تفرج على الناس، كبر بنفسك، والناس كل واحد يكبر بنفسه، ما يكبرون تكبير جماعي، التكبير الجماعي هذا بدعة، كل الناس يكبر ولو توافقوا يكبرون من غير قصد لا بأس، ما في شيء. تكبر، وإذا كبر الإمام في الخطبة تكبر معه، إذا كبر في افتتاحية الصلاة الركعة الأولى والثانية ست في الأولى غير تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام، تكبر معه، بين التكبيرتين تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكثرة وأصيلا، وإن صار معك وقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلي وصحبه وسلم تسليما، تثني على الله سبحان الله والحمد لله ولي الله والله أكبر بين كل تكبيرتين. والاستفتاح يكون قبل التكبير، والتعوذ لقراءة القرآن بعد التكبير، تعوذ ثم البسملة. فهذه مهمات وتعتبر خواتيم لشهر رمضان، يستكمل بها الأجر ويحط بها الوزر وتعظم بها الحسنات وترتفع بها الدرجات وتحيا بها السنن، تحيا بها السنن، تعلمون اللي منك ويسارك من اللي ما يدرون وين الله حاطه، أطفال جدد، عمال توهم مسلمين، عمال جايين من بلاد فيها جهل، علم، تكون أسوة صالحة، واجعلنا المتقين إماما. فهذه من المهمات. بعد الفراغ من الصلاة لا بأس إن الناس يهنئ بعضهم بعضا، ما يقولون مثل ما يقول العوام تقبل مننا صالح الأعمال، صالح مقبول من عند الله نص الشرع، يقال تقبل الله منا ومنكم بس. في مصلى العيد في الطريق إذا تقابلوا الناس والجيران تقبل الله منا ومنكم، في البيت في المعيد إذا كان الناس يجتمعون تقبل الله منا ومنكم، وفي الظروف العارضة ذي الوباء هذا ما يتصافحون الناس ولا يتعانقون ولا يتخامون ولا يقرب بعضهم بعض. أنا أشوف بعض المسجد مع الناس يقعد ثاني بجنب الثاني بلا مبالاة، أنتم قدوة شبان ومثقفين وموظفين ومع ذلك متهاونين بهذا الشكل، ما يليق هذا، سر بينكم كذا. تقارير وزارة الصحة أنه كل ما صار القرب كل ما صار أحرى بالعدوى، ولذلك حددوا لكم مسافة ما تقل عنها، ينبغي أن ما تقل عنها، وأقل لها أن الاثنين إذا مدوا يديهم تلامس يديهم اللي صافين، هذا الحد المشروع يعني، ولو صار متر يحتمل، ينبغي مراعاة الأشياء ذي. الأخير اللي هو الاجتماع على الطعام سنة، إن أهل البيت أو الجيران أو كذا وفق الاحترازات النظامية، إن الناس يجعلون لهم عيد ويفرحون إذا جاهم مسكين ولا عابر سبيل، يجملهم، ترى يجملهم ما هو بعيب عندهم، العيب عند أهل الجاهلية، ولا أهل الإسلام يجملهم إذا صار عندهم مسكين ولا عابر سبيل ولا محتاج ولا شيء، جمال عند الله جمال.